عايز ابدا قبل ما ابدا كلامي مع حضراتكم عن حلقه امبارح، لان يمكن كان في امبارح استضافه لاحدى وكلاء اللاعبين هنا من خلال برنامج الزملكاوي. وقبل ما اقول لكم انا بالتفاصيل انا ممكن ابقى عايز اتكلم في ايه، خلينا في البدايه ناخد بيان مجلس اداره نادي الزمالك والقناه الرسميه للنادي. طبعا برئاسه الكابتن حسين لبيب واداره القناه اصدروا بيان رسمي خلينا نقراه مع حضراتكم. يستنكر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب والقناة الرسمية للنادي شكلا وموضوعا تصريحات وكيلة اللاعبين في برنامج زملكاوي حلقة الخميس 30 نوفمبر 2023 بشأن أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي جاءت على لسانها وتتحمل وكيلة اللاعبين مسؤولياتها الكاملة. ويعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أن التصريحات التي أدلت بها وكيلة اللاعبين هي المسؤولة عنها تماما فيما يخص أحمد مصطفى زيزو أحد أبرز الأعمدة الأساسية والعناصر الرئيسية في صفوف فريق الكرة بالنادي، وإذ تهيب قناة الزمالك أنها لا تتدخل في محتوى حديث ضيوفها وتؤكد في الوقت ذاته اعتذارها عن ما بدر من الضيفة خلال الحلقة وإحالة المعد المسؤول عن الفقرة للتحقيق. ده طبعا كان بيان مجلس إدارة النادي. والحقيقة اللي أنا عايز أوضحه لحضراتكم إن سياستنا في القناة يعني هي لا تحيد طبعا دعم الكامل لمجلس إدارة نادي الزمالك سواء شكلا أو موضوعا، لأن إحنا سياستنا في القناة إن إحنا وراء المجلس في فكرة إن أنت دلوقتي بتستعيد الاستقرار تاني مرة أخرى، دعم النادي في كل توجهاته، دعم لاعبتنا، وده اللي إحنا يمكن متعودين فترات اللي فاتت. وزي ما قلنا لكم إن إحنا كمان في مرحلة بناء فكري مختلف وتكوين صورة ذهنية مختلفة، فإحنا حريصين على دعم لاعبتنا بشكل كامل. وأعتقد ده ممكن يكون بان في الفترات اللي فاتت سواء من خلال برنامج زملكاوي او من كل حتى البرامج اللي موجوده في قناه نادي الزمالك. كمان في حاجه مهمه لازم نوضحها، في فرق لما يكون كلام بيقوله مقدم البرنامج او المسؤول عن اداره الحوار، وفرق بين ضيف بيتكلم كلام هو مسؤول عنه، هو المسؤول عن كلامه. فدي طبعا نقطه من الحاجات المهمه. ساعات بيبقى راي الضيف ممكن يبقى مختلف شويه عن راي مثلا النادي او راي قناه النادي، ده طبيعي، وده يمكن من الحاجات اللي ممكن تكون مميزه الفتره اللي فاتت ان انت عندك راي والراي الاخر، لكن في الاخر كل واحد مسؤول عن كلامه وما تقدرش انت تيجي تتدخل في اللي ممكن يكون الضيف لازم يقول. لا، ده هو عنده الحريه الكامله انه يقول ويوضح وجهه نظره، واحنا هنا من خلال بقى برنامجنا او من خلال المذيعين اللي موجودين في القناه بننقل بقى ايه سياسه النادي وبننقل وبنوضح الصوره كامله لكل الناس. وكمان اللي احنا شايفينه ان في الاخر القرارات اللي موجوده مجلس اداره لها كل التقدير والاحترام واحنا في ظهرها، فممكن الناس تقول كلام وجهات نظر مختلفة، لكن في الآخر المهم التنفيذ على أرض الواقع.